نروح إلى آخر أخبارنا وأجملها وبرنامج الشريك الأدبي. أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة إطلاق برنامج الشريك الأدبي، والذي سيتيح عقد شراكات بين الهيئة والمقاهي ذات التوجيه الثقافي. تتضمن تقديم الهيئة الدعم اللازم للمقاهي من أجل تنظيم فعاليات أدبية مفتوحة لأفراد المجتمع بهدف تعزيز الحراك الأدبي في المجتمع، وأيضا إثراء حياة الأفراد بفعاليات وأنشطة أدبية مستدامة، لتصبح المقاهي طبعا منصات حاضنة للنشاط الأدبي المحلي وداعمة أيضا لانتشار الكتاب. خلونا نتابع. أدر مهجة الصبح، صب لنا وطنا بالكؤوس يدير الرؤوس، وزدنا من الشاذرية حتى تفيء السحابة. ماذا لو كان المقهى فضاء ملهما للفن والإبداع، بيئة محرضة لكتابة قصة أو قصيدة أو حتى رواية؟ ماذا لو أصبح المقهى مكاناً محفزاً لإبداع الأطفال والكبار؟ قائدها الملك عبد العزيز. ماذا لو أمسكنا العصا من المنتصف وجعلنا من المقهى مكاناً للكتابة والقراءة والعمل؟ ماذا لو كسرنا حاجز الصمت بين طاولات المقهى وربطنا بينها بتبادل الخبرات والتواصل الثقافي؟ ماذا لو أصبح المقهى بأريحيته صالوناً ثقافياً متنوعاً ومحفزاً لمسيرة الحركة الأدبية والثقافية؟ ماذا لو قربت المقاهي المسافة بين أقاليم وطننا ومدنه، وأصبحت مكاناً لأبعاد اجتماعية وثقافية متفردة ومختلفة؟ ماذا لو كنا نلتقي مع الأحبة في المقاهي بصحبة الموسيقى؟ ماذا لو لم نقبل أبداً بإجابة؟ ماذا لو سألنا أنفسنا دائماً وتحولت المقاهي إلى حكايات تبدأ ولا تنتهي؟ الشريك الأدبي. للتعليق على هذه المبادرة الجميلة جدا من وزارة الثقافة، اسمحوا لي ارحب بضيفنا مؤسس مقهى ارباب الحراف عبد الله الحضيف، واللي كان من اوائل الشباب اللي اهتموا بفكرة تأسيس المقهى الثقافي في مدينة جدة. منورنا عبد الله. سعد شباب، تعليقك على هذا البرنامج ودعم هيئة الأدب الفكري للمقاهي الثقافية، وش رايك في الموضوع؟ والله موضوع يعني جاء في وقته، احنا عانينا مشروع ثقافي بدأنا من 5 سنوات أنه لا يوجد تشريع لإقامة المجالس الأدبية والفنية أو مجالس القراءة. فعلى مدى، خلينا نتكلم عن السابق ما قبل هذا القرار، 5 سنوات الماضية كنا نعاني معاناة شديدة بهذا الخصوص، خاصة أنه لما موظف البلدية يقول أنت تصريحك تصريح مطعم أو مقهى ولا ولا ما تستطيع أنك تقيم أي ورشة عمل أو ندوة ثقافية أو جلسة أدبية. نعم، أو جلسة أدبية. فإحنا خاطبنا الوزارة، إحنا سعدنا أول ما أنشأت الوزارة أنه خاطبناهم أنه إحنا يجب يكون لنا حاضنة أو مظلة حكومية تشريعية ومع هذا الخبر يعني أكيد هذا الشيء أعتقد جاء في وقته، يعني خاصة في الحراك اللي صاير الآن الشبابي الثقافي. جميل. طب ما هي تصوراتكم لهذا الدعم القادم؟ يعني كيف راح يأثر إيجابياً على فكرة المقاهي الثقافية؟ والله أعتقد أنه راح يأثر إيجابياً، وراح القرار راح ينشر ثقافة المقاهي الثقافية في السعودية. السعودية لم تكن فيها مقاهي ثقافية سابقة، أنا أتكلم عن 20 سنة 30 سنة الماضية، ممكن سابقاً كان موجود، لكن أعتقد أن وجود تشريع ونظام يسمح لكل صاحب مقهى أن يحوله إلى ثقافي، فأعتقد هذا شيء إيجابي وراح يعني يرفع من جودة الحياة في السعودية حسب رؤية ولي العهد.
جميل. طب هل يعني تعتقد بأن هذه المقاهي رح تملى مساحة كانت فارغة أو حراك يعني نقدر نقول اليوم غير مستغل؟ ليش؟ لأن كثير من الشباب والشابات بيقضوا ساعات طويلة جدا في المقاهي والمطاعم، فإنك تكون في مكانك المفضل وفي نفس الوقت تستفيد منه أدبيا وثقافيا، فهذا أكيد راح يغير الكثير في وعي الشباب. نعم، مع انتشار المقاهي الآن في السعودية أو نتكلم عن جدة أو في الرياض، القهوة عبارة عن الواحد يشرب قهوة ويطلع، يعني ما في أي ممارسات أخرى أو تكون مقهى شيشة أو هذا، فوجود أن أنشطة ثقافية في كل مقهى وتنوعها فراح تأثر على يعني لكن لها تأثير كبير على الشباب، وراح تظهر منها مبادرات كثيرة من داخل المقهى، ودائما المبدعين يبدأون في المقاهي. طب خلينا نتكلم عن أرباب الحرف، وما شاء الله تبارك الله على فعالياتكم الثقافية الدائمة اللي بتكون موجودة في مقهى أرباب الحرف، كيف تقرأ تفاعل المجتمع اليوم؟ احنا الآن من خمس سنوات بدأنا، نهاية 2016 بداية 2017 أقمنا إلى هذا اليوم تقريبا 900 أمسية ثقافية وموسيقية، منها الموسيقى والثقافة، وأيضا نعمل ورش العمل الفنية، فكان الإقبال شديد جدا. ولكن نعيد الموضوع الأساسي، كنا نعاني من التشريعات، فتحنا يعني ثلاث فروع الآن، بدأنا بفرع صغير، بعد سنتين فتحنا فرع أكبر، الآن فتحنا أكاديمية، فتطور المشروع بسبب حاجة المجتمع لقضاء وقت يعني شرب القهوة وفائدة. طيب وش أكثر الأنشطة الثقافية اللي كان عليها إقبال أكثر من غيرها، وخصوصا نتكلم اليوم بين فئة الشباب؟ والله أنا أشوف أكثر يعني الثقافة هي الموسيقى ثقافة، فأكثر تعطش الشباب للموسيقى الكلاسيكية، طلال مداح أو عبد الحليم، ففي تعطش للشباب للرجوع إلى الموسيقى الكلاسيكية، أيضا إلى الرواية أو إلى اللي هو نوادي القراءة، ففي شباب يعني مهتمين كثير خاصة في السنوات الأخيرة. وأيضا العازفين، صحيح؟ العازفين احنا طبعا الفن، أنا قلت لك النادي الهواة، عندنا يوم الهواة، فالحمد لله احنا القهوة يمكن خرجت تقريبا مئات من الفنانين على الساحة الآن، سواء كتاب أو فنانين، بسبب هذه الحاضنة الصغيرة اللي هي كانت من جهد يعني جهود شخصية أنا والشباب أقمناها، فتخيلي هذا القرار كيف راح يأثر على 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 انتشار كثير من المبدعين السعوديين في الساحة بسبب توفير المقاهي يعني كحاضنة لهم. فعلا يعطيكم ألف عافية على هذا العمل. طب مستقبلا هل تتوقع أن تتزايد اليوم المؤمنين بفكرة هذه المقاهي، وبالتالي راح نشهد انتشار أكبر وخلق للمنافسة في مبينها؟ والله أتمنى انتشارها شيء جميل، مع أن المقاهي الثقافية غير مربحة يعني كمال، لكن أتمنى أنه أي صاحب مقهى أنه يبادر في جعل زاوية من المقهى التابع له أنه يكون متخصص للثقافة، يعني لأنه وجود برامج ثقافية في تميز القهاوي في الأنشطة الثقافية راح يزيد ربحه طبعا، حضور الناس، فأعتقد انتشارها بيكون يعني إيجابي. جميل جدا، نتمنى لك كل التوفيق أستاذ عبد الله، وشكرا لك فعلا على هذه الفكرة، ونتمنى مستقبلا المزيد من المقاهي الثقافية. أشكركم جدا، شكرا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل مجتمع هندسة البرمجيات آفاق بلا حدود.